إيساف للمعلومات طريقك إلى الاحتراف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رجعنا تاني من جديد يا جماعة، وموضوع حلقتنا اليوم موضوع عن برنامج جوين رار، برنامج فك الضغط عن الملفات وضغط الملفات. النهاردة هنتعلم طريقة تفعيل البرنامج وطريقة تحميله بنوعتين 64 بت و 34 بت، وطريقة تغيير الايقونات السمات بتاعته. نطرق للشرح ان شاء الله، نتابع مع بعض. انا هرفع لكم البرامج دي في الديسكريبشن اسفل الفيديو، هتلاقوا على الموقع في المدونة عندي. اللي عنده 64 بت بيحمل 64 بت، اللي عنده 34 بت بيحمل 34 بت. زي ما ذكرنا في دروسها قبل كده، ازاي نعرف اذا كنت انا متوفر على نسخة ويندوز 64 بت او 34 بت، ونضغط على هذا الكمبيوتر الشخصي وندخل هنا بكليك يمين وندخل ننزل على خصائص، بنلاقي هنا نظام التشغيل بتاعنا. اذا كان 64 زي بت زي ما احنا شايفين، انا عندي 64 بت نظام التشغيل، فانا هحمل برنامج وينرار 64 بت بالشكل ده. طيب خلينا نشوف طريقه تنصيب البرنامج. هو بصراحه يعني مش عايز احتراف عشان تنصب البرنامج، زي اي برنامج عندك بتنصب على الجهاز بالشكل ده، وخفيف جدا بتنصب في غضون ثواني. بعد ما نصب البرنامج بالشكل ده، بندخل على القائمة. بعد البرنامج اهو، بنيجي على تعليمات ونروح على حول، هنلاقي البرنامج. انا سجلت البرنامج قبل كده يا جماعة، عشان كده ظهر بسجل باسم اهو. انت هتلاقيه عندك مش مسجل، هتلاقيه بس فترة محدودة. طب تعال نشوف ازاي بنفعل البرنامج. هتلاقي مرفق مع النسختين 34 و 64 بت، وشغلنا على الاثنين. بنفتح الملف وبناخد اول واحد، اول ملف نسخ، وبنروح على الكرسي المحلي اللي هو السي بتاع الويندوز، وندخل على هنا ونيجي نختار على ملف وينرار، بنفتحه ونعمل لصق بالشكل ده. انا موجود عندي وقلت لك ان انا مفعله قبل كده، هنقول متابعة. وكده انت لو دخلت على البرنامج مرة تانية هتلاقيه، لو دورت على البرنامج كده هتلاقيه، تنزل على حول هتلاقيه مفعل بالاسم ده. طيب تمام، دي اول حاجة. تاني حاجة عايز اغير السمات بتاعت الشكل الافتراضي بتاع البرنامج ده. هندخل على البرنامج مرة تانية، ونيجي هنا على خيارات، ونروح على سمات وعلى تنظيم السمات. عفوا انا منزل سمات، مش عايز اوريكم ازاي تضيف سمات. الحصول على سمات اضافية، مجرد ما انت بتضغط عليها بيفتح لك الموقع اللي فيه سمات، بتختار السمات دي، السمات بتاعت ضغط الملفات اشكال زي ما احنا شايفين. كل دي اللي انت عايز تحمله بتحمله من هنا، تضغط هنا على اي واحدة من دول بيتحمل معاك السيرفر بتاعها ده. بيتغير القائمات من القائمة دي للقائمة دي من اللي فوق دي. انا افترض مثلا ان انا اخترت الملفات دي بتبقى بالشكل ده، بنضغط هنا ويبدأ ينزل لي الملف، بنطلع من الانترنت وبنحط الملف اللي انا حملته على سطح المكتب بالشكل ده، وبنيجي هنا على اختيارات وروح على سمات وتنظيم السمات.
مش الحصول على سمات. بنيجي المرة دي على تنظيم السمات، بيفتح لنا القائمة دي، بنجي هنا بنقول له إضافة ونشوف احنا حاطين السمات بتاعتنا فين. حطنا على سطح المكتب، بنختار سطح المكتب ونجينا تنمسك لنا النافذة دي، بندوس لنعم، موافق، نعم، كمان نعم. بنلاقي ان الضفة عندنا هنا تلقائيا، بنقول له احسنت. حتى لو اخترتها يمشي، هو مش هيختارها، احسنت. فبنيجي نعمل ايه، نيجي على اختيارات مرة تانية وننزل على السمات، وبنلاقيه محدد السمات الافتراضية، بنختار السمات دي، بنلاقيه غير شكل السمات خالص، بتبقى بالشكل ده. اي ملف مضغوط بيظهر عندك بالشكل ده، غير الشكل اللي كان موجود في الاول. ده كان شرحنا النهاردة وموضوعنا النهاردة، يا رب نكون استفدنا كلنا. انا بشكركم جدا يا جماعة، ما تنسوش تشكركم في القناة ليصل كل جديد حصل على قناة سفل المعلومات. انا بشكركم جدا يا جماعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.